si le concepteur de l'ouvrage, si mon ingénieur qui a suivi les projets, si je suis comme Kadalik, pour une grande surprise. Ah, c'est le contrôle, merci. Amin, et oui, entreprise, ça va. Bonjour. Anne. اليوم تم افتتاح اطول جسر في المجال الحضري في المغرب على طول كيلومتر و200 بالمداخل والمخارج ديالو، جوج ديال الطرق ذهبا وجوج ديال الطرق ايابا. هذا الجسر التقني تم انجازه فوق 16 اعمده بشكل معماري متميز، وتمت اضافه اليهم اناره ليلا ليعطي جماليه للمنطقه. هذا الجسر الذي تم انتاجه في مده لا تتجاوز 12 شهرا باطر وشركه وعمال مغربيين في المئه، ما يعد شرفا للشركه والاطر المغربيه. الحمد لله تم انجازه بكل المعايير التقنيه الدوليه. الجسر محمد السادس كيعتبر اطول جسر في المجال الحضاري في المغرب. الطول ديالو 1200 متر. وكيمكن من تجاوز اربع تقاطعات ديال الشارع محمد السادس، اللي هما شارع امقاله، شارع الدخله، شارع القدس، وشارع الحارثي. وغيمكن من تسهيل حركه المرور على مستوى شارع محمد السادس اللي كنعرفوه هو اكبر شريان ديال السير لمدينه الدار البيضاء. بلغت التكلفه ديال المشروع تقريبا 170 حتى 175 مليون ديال الدرهم. مده الانجاز تم الانجاز ديالو في الموعد المحدد له، واليوم الحمد لله راه كنطلقوه امام حركه المرور. طبيعه الحال اي ترافو كيأثروا على حركه السير، ولكن خصنا نحلوا بعد المشكل ديال هنايا ملي سالينا الجسر القطب ديال التبادل اللي عرفوا اللي كيدوز فوق منه الجسر غادي يولي اكثر سيوله في حركه المرور.